هل تناول العدس آمن للحامل؟ يؤكد الخبراء أن العدس أفضل من اللحم والبيض والجبن لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية الموجودة في هذه المواد باستثناء الدهون، إضافة إلى قيمته الغذائية للحامل والجنين. ومن فوائد العدس للحامل والجنين وهي أن العدس يحافظ على نسبة الحديد في جسم الحامل، مما يقلل من إصابتها بفقر الدم، كما أنه يحد من الأمراض التي تصيب الجنين مثل التشوهات. كما أن العدس يعد مصدراً غنياً بحمض الفوليك، إذ يوفر لك كوب واحد 90% من احتياجاتك اليومية، والذي يمنع الأجنة من الإصابة بالعيوب الخلقية. العدس كذلك يقي الحامل من ارتفاع ضغط الدم، حيث أن البوتاسيوم الموجود في العدس يضبط الدورة الدموية، وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم قد يعرض الحامل لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلي. إضافة إلى ذلك، فإن العدس يقدم نسبة جيدة من البروتين للجسم، حيث تحتاج الحامل إلى تناول مستويات جيدة من البروتين، لذلك فإن تناول العدس يضمن نمو عضلات الطفل بشكل سليم. ورغم فوائد العدس المتعددة للحامل، إلا أنه لا يجب الإكثار من تناوله لأنه يؤدي إلى الانتفاخ وربما إلى إجهاد الكلي. وأيضا يمكن أن يؤدي الإكثار من تناول العدس إلى الحساسية من البقوليات، لذلك يجب توخي الحذر وعدم الإفراط في تناوله.